الأمة ووضعها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. أما بعد، والله يا إخواني إنا نقف أمام أعظم موعظة على وجه الكون ألا وهي الموت. إنا نقف أمام أعظم موعظة على وجه الكون ألا وهي الموت. كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاء ليدفن الميت يأخذ بالحصى أو بالخشبة أو بقطعة الخشب ينكش بها التراب يتعظ من هذا القبر يتعظ من عظيم القبر. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إذا ذكرت النار أو ذكرت الجنة لم يبكي، وإذا ذكر القبر بكى. فسئل لماذا يا عثمان؟ قال لأن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا فيه فقد نجا ومن تعس فيه فقد تعس. ولكن الفرق بيننا وبين هؤلاء الأموات أن هؤلاء لم يموتوا بل هم أحياء يقينا إن الله عز وجل تقبلهم. الله جل وعلا في علاه يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. والله هم أحياء عند ربهم يبتسمون الآن في حواصل طير خضر عند ربهم العلي العظيم، يأكلون من ثمر الجنة ويشربون من ماء الجنة ويبيتون تحت ظل تحت عرش وظل الرحمن جل وعلا في علاه إن الله تقبلهم. نحسبهم شهداء ولا نزكيهم على الله، ولكن للأسف كل الأسف علينا إحنا يا إخوان، كل الأسف عليك من آدم اللي لساتك حي ترزق، هل ستكون من أهل الجنة أم أنك لن تكون من أهل الجنة؟ هل أنت تقاتل من أجل رفع راية لا إله إلا الله أم تقاتل حتى يقال فلان وحتى يقال علنتان وحتى يرفع ذكرك، أو تقاتل من أجل المال ومن أجل الدينار ومن أجل الدرهم؟ إن كنت تقاتل من أجل المال أو الدينار أو الدرهم، أو كنت تقاتل حتى يقال فلان، أو كنت تقاتل دفاع عن قومك، فاعلم أنك في النار. أما إذا كنت تقاتل من أجل لا إله إلا الله فأنت في الجنة إن شاء الله إن تقبلك الله عز وجل من الشهداء. سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يا إخواني بالله عليكم هذا استشهد، نسأل الله يتقبله. ولكن أنت يا مسكين، أنت يا مسكين، هل تسأل